شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونون بخير. فيديو اليوم هو نقدر نقول التكملة أو الجزء الثاني لرحلة أندرياس صناتي. هو الآن ببغداد والمراحل النهائية وحصل الجنسية. تابع هذا الفيديو للنهاية بس بعد الفاصل. أنا من البلاد المغترب. أنا بمطار ستوكهولم وفرحان كلش إنه أروح لبغداد أول مرة حياتي. تجينا لبغداد ان شاء الله بعد ساعتين طيارتنا. طبعا احنا بطريقنا الى بغداد ان شاء الله ترانزيت اسطنبول، بعد نص ساعه ان شاء الله طايرين الى بغداد. هاي اول مره راح توصل ان شاء الله. اول مره شوف اول العراق. مره حبيبي شوف راح تنور العراق ان شاء الله. شكرا. بالتوفيق. شكرا. على السلامه. نور العراق. الحمد لله على السلامة. أندري وصلت أخيرا. الحمد لله. ما شو نريكم بالازدحامات شباب؟ لا ما في ازدحامات ولا ما في. بغداد بغداد جميلة، شوارع فاضية. طبعا اليوم التأجيل للجنسية بالطريق بس ازدحام وراح يخلص الدوام. الجنسية العراقية وما راح ألحق. لا أنا على أبو نواس. ان شاء الله نكمل التجديس مالته وبعدين وين ان شاء الله. ان شاء الله لاحق اليوم، لو ما لاحق بعد ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا احنا لحد الان بننتظر دائره الجنسيه على التجنس. طبعا كان نحتاج شهود اثنين، صرنا شهود احنا أنا والأستاذ زيد الزيدي. إن شاء الله المعاملة عن قريب تخلص إن شاء الله. جهود جهود يعني. إن شاء الله. مشكورين. إن شاء الله. بس. مشكورين. ساعة ثلاثة. شنو معاملة؟ معاملة وين وصلت استاذ؟ أسرع معاملة صارت هذي، خلاص انتهى هاي. يعني خلصت كيف؟ خلصت أنا عارف. شو هالشيء اللي صار؟ طبعا جينا هنا جنسية مرة شفت فات حضور نسوي الأندري، وقت كلش ضيع صار. وخلص الدوام طبعا، دوام مسائي. وهاي طبعا الجنسية صار عشط على دجلة. الخطوات الأخيرة بصمة الأصبع بصمة العين، نفس الدارة اللي جت فيها والدة شاندري. طبعا الدنيا تعب يعني، جوعان لحد الأمام، ما كنت من الصبح وهاي إن شاء الله حنكون أكو فلافل، ناكل كمبر مع فلافل، ناكل فلافل إن شاء الله اليوم. اليوم ضلوع ودجاج مسحب. شنو بعد؟ واكلك اكل عراقي بعد. شو تريدون؟ شباب ضلوع وتكه. يوم اخر يوم بغداد، كملت كل اوراقي هنا ان شاء الله. راح استلم الجواز بالسفاره العراقيه بالسويد، بس حاضر التمثيل المنتخب ان شاء الله. توفيق والتوفيق ان شاء الله. إن شاء الله حبيتوا هذا الفيديو اللي حاولت أسويه بأحسن ما يكون.
إذا حبيتوا تابعونا، سووا لايك، دعمونا، إن شاء الله حتى تشوفون فيديوهات جديدة أنزلها بقناتي. كان وياكم أخلد من العاصمة السويدية ستوكهولم، بس حبيت أنقل لكم هذا الخبر الحلو، وإن شاء الله تشوفون أندريه سناتي ويا المنتخب بأسرع وقت ممكن. تحياتي.